هلو وجان، وانذر كويك ريفيو فيديو. وفيديو النهارده هيبقى عن كريم مرطب، بقى مشهور جدا في الماركت المصري ومشهور جدا بره. الفيديو ده هيبقى انترودكشن سريع، لان الماركه دي واضح ان هي ماركه جامده جدا وفايتانه جدا في مصر، وهيساعدكم اذا كنتوا تقدروا تشتروه ولا لا. البرودكت اللي معايا النهارده هو السيرافي مويسترايزنج لوشن. اول حاجه كلمه سيرافي، هو سيرامايدز، في مش عارفة يعني ايه، بس ان هي تقريبا كل البرودكتس بتاعتهم بتعتمد على السيرامايدز. اولا التب دي زي ما انتم شايفين هي اكبر من ايدي بكتير، يعني هي كمية كويسة جدا، سعرها 500 جنيه انا جايباها. هي في سعرها في بلدها، ودي اول بلس بوينت للماركة دي، ان سعرها رخيص جدا جدا، والدراج ستور برودكت يعني موجودة عندهم بكثرة في امريكا. هي ميد ان يو اس اي. لو روحتي امريكا او تعرفي حد ممكن يجيب لك من امريكا، ممكن تجيبيه ارخص من كده كتير. طبيه جدا، كل الديرماتولوجيست بيوصوا بيها في امريكا، وده علشان هي فيها كل الجودنس، فيها كل الحاجات اللي انت محتاجاها من سيرم، سيرامايدز، اسيدز، كل الحاجه اللي انت محتاجاها، وترطيب وحمايه وكل الكلام ده، وما فيهاش الحاجه التانية الوحشه اللي هي زي الفريجرنسز، الريحه القويه، او الحاجات اللي بتعمل سنسيتايزنج للوش، او البرايسز الغاليه من بدون داعي، او اي انجريدينتس تانية ممكن تعمل هارمنج او تاذي بشرتك. اولا ايه هي السيرامايدز دي؟ طبعا هعمل عنها فيديو خاص زي فيديو الريتينول والفيتامين سي، احط لكم اللينكس تحت حاولوا تشوفوهم. بس السيرامايدز الشورت فيرجن منها ان هي بتعمل بروتكتيف لاير، او بتعمل بروتكشن للسكين بارير. ايه السكين بارير دي؟ هي الطبقه اللي بتحمي البشره من بره خالص. البارير ساعات بتحصل لها كوربشن نتيجه بقى البولوشن، او ان انت بتعملي سكرابنج كتير، او نتيجه ان هي ايجينج، او اي حاجه من الحاجات دي. فالسيرامايدز دي هي انواع كتير من الكومبوننتس او الانجريدينتس. هو كاتب ان هو with three essential ceramides، من الحاجات اللي بتريستور وبتبروتكت سكين بارير. ودي طبعا حاجه بتلاحظيها اول ما تبتدي تستخدمي السيرافي، ان كل المرطبات اللي استخدمتيها في حياتك بترطب بس، لكن ده كمان بتحس ان هو بشرتك رجعت تنفخ، وحسيت ان هي بقت صحية اكتر، او بقت زي بشرة البيبيز اللي هي لسه ما تأذتش جامد. وده طبعا نتيجة السيرامايدز and hyaluronic acid. وانا طبعا اتكلمت عن hyaluronic acid كتير، والhyaluronic acid هو بيحفز انتاج الكولاجين، بيرطب البشرة وبيتعمق جدا جوه السكين لايرز العميقة جدا، وبيرطبها من جوه لبره. سيرافي منزلين كذا مرطب، في منهم الاي ام، في البي ام، في منهم حاجات كريمي قوي، وده هي دي الطبقة او الجار اللي هي مربعة كده، وفي منه المويسترايزنج لوشن ده. انا اخترت ده لان هو لايت ويت زي ما مكتوب عليه كده، ان هو خفيف جدا على البشرة. اول حاجة هو كوموديجانيك ولا لا، دي حاجة مهمة جدا لازم نقرأ الليبلز اللي ورا، وانا هقراها معاكم دلوقتي. اول حاجة هو جنتل اون ذا سكن، ما بيأذيش البشرة من اي حاجة، الرجي تيستد، مش ممكن تكون بشرتك تتحسس منه اطلاقا، لان كل الانجريدينتس اللي فيه طبية ومدروسة. نون كوموديجانيك، مش بيسد البورز، فمستحيل حتى لو كان تقيل شوية على بشرتك مستحيل يطلع لك حبوب. بيساعد البشرة ان هي يبقى عندها طول النهار ترطيب. لايت ويت اند اويل فري، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الزيوت. طبعا الزيوت بتسد البورز، والزيوت بتطلع حبوب في البشرة، وهو كمان لايت ويت. هايلورونيك اسيدز بيخلي البشره تريتين المويستر وفريجرنس، فيه مفهوش ريحه، وطبعا الروائح في ناس بتتحسس منها، وفي ناس كمان ما بتحبهاش نفسيا. يعني بالنسبه لريحته هما مفهوش ريحه خالص، بس بيسيب افتر سنت او سنت خفيفه كده، ريحه يعني زي المرهم، زي المرهم اللي احنا بنستخدمه، ريحه طبيه، ما هياش ريحه بارفانات ولا حاجه زي كده. الكونسيستنسي بتاعته اهي very very light weight، يعني almost مش موجودة. بتحطيه كم مرة في اليوم؟ انا عن نفسي بحطه مرتين في اليوم، وبصراحة من ساعة ما بدأت احطه حاسة ان بشرتي بدأت تبلمب، اتحسنت ونارشت، وحاسة ان هي اتملت وترطبت، بيرطب اكتر بكتير من اي مويسترايزر تاني استخدمته قبل كده. سيرافي كمان معروف عنه كويس قوي عن ان هو اول حاجه بيحاربها هي الاكزيما، الناس اللي هي بيطلع لها ريدنس، الناس اللي هي عايزه تستخدم مرطب وبشرتها فيها حفر، الناس اللي عندها حبوب، او اللي هي روزيا، اللي هي الناس اللي بشرتها بتبقى فيها حبوب كتير، او حاجات محمره او ملتهبه او انفلاميشنز والحاجات دي. هو بيساعد ان هو يهدي كل الكلام ده، وبيحسن السكين بارير في نفس الوقت، بيرطب. بتستخدميه على وشك، على جسمك، على ايديكي، على رقبتك وعلى صدرك، دول اهم حاجه. دايما تحطي الكريم المرطب على وشك ورقبتك وصدرك وايديكي، لان دول الحاجات اللي بيبان فيهم علامات السن اكتر، فحاولي تحافظي على ان هم يكونوا مترطبين دايما، وفيهم كولاجين كفايه، وكمان لو تقدري تستخدمي الريتينول في الاماكن دي عشان يجدد خلايا البشره. زي ما قلت لكم الريتو الجديد، انا دايما هقول لكم ايه الفيديو اللي تستنوه بعد الفيديو ده. الفيديو اللي تستنوه بعد الفيديو ده هو كومباريزن ما بين نيتروجينا هايدرو بوست
والسيرافي مويسترايزنج لوشن الاثنين مرطبين كويسين جدا، الاثنين يعتبروا فريجرنس فري، الاثنين بالهايلورونيك اسيد. هقول لكم بقى ايه الفرق ما بينهم، فستاي تيوند للفيديو ده. كيپ اون واتشينج ماي شانل، سبورت، كومنت، لايك، بحب التعليقات جدا، اكتبوا لي تعليقات قولوا لي بتحبوا ايه ما بتحبوش ايه، واسالوني اسئله انا بحب ارد على الاسئله جدا. فولو سي اس كوكو @CSCoco او ذا كوكو سيد الانستغرام بيج بتاعه القناه، لان هي هيبقى فيها التيزرز وكل الحاجات اللي انا حابه اقولها لكم كل يوم، ويساعدوا القناه انها تنتشر. احنا داخلين اهو ان شاء الله على سنه، كل سنه احنا طيبين. اشوفكم في فيديوز جديده، شكرا، باي باي.